20 يا اولاد بعد اللي عملوا فيها كلها حسام ترجع له النهارده. ايه الهوايل؟ امال الود عمل لها العمل عندي شيخ. ادي الهوايل قالت دبد يا ابو يا بوي. امال عمل لها عمل على قرموط. ايه الهوايل؟ امال بعد الفضايح دي كلها والجرس على الفيس والعالم كله والناس تروح المستشفى و20 20 20 20 خدنا سنه 22 كلها في 20 ترجع له ثاني. وانا مرتي بنت المحروق رفع علي 4 قضايا عشان نسيت اجيب ب5 جنيه لانشون. ايه الهوايل دي؟ طب ارد عليها، ارن عليها يمكن تتعظ. وعي بنت المحروق بتقفل في وش السكه؟ اوعي تقفلي بقول لك. اسمعين ذاك يا ولي، انت ما سمعتيش؟ شفتي الهوايل بتاعت شيرين وحسام ورجعوا لبعضهم بعد الهوايل دي كلها، وانت عشان مره نسيت اجيب لك ب5 جنيه لنشون رافع علي 4 قضايا في المحكمه. نعمل زيهم ونرجع. يا ابوي ده حسام بهدلها يا ابوي، وهي ترد وهو يرد، وده دورك ودورك على الفيس، والدنيا كلها خربت والعالم كله سمع بيهم ورجعت له اهو النهارده. وانت يا بنت المحروق عشان نسيت اجيب اللانشون رفع علي 14 قضيه نفقه وتبديد عفش وتبديد طين عليك وعلى ابوكي. ماله حسام؟ عينيه خضراء؟ طب ما انا عينيه كانت خضراء لما اتجوزتك واستوت من الغلب. خلاص اعمل لنسز يا عمي، اركب لنسز. ليك شروط؟ طب ما هشرين رجعت لحسام بعد ما بهدلها من غير شروط. ايه شروطك؟ تاكلي تكاوي؟ حاضر يا ابوي. طب فكري وجاي لك بكره انا. ماشي. ايه الهوايل اللي بتحصل في البلد دي؟ لك الخبر ده صح ولا كذب؟ انا والله كاني بحلم. ازاي يا ابوي بعد الهوايل دي كلها شيرين ترجعي له؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. امال شيرين خدنا سنه 22 كلها، شيرين حسام، حسام وشيرين، عمل له، هو السبب دخلها المستشفى، جابها وترجعي له ازاي؟ امال بتضحكي علينا انت؟ ادي الهوايل قالت دب. طب والله انا خايف على كده، يعني هوايل بتحصل في البلد الواحد هيجنه برضه. الواحد يعني هيجن برضه من الهوايل اللي بتحصل في البلد. انا خايف كمان بتاع الكشري القاب يحكم نهائي كاس العالم في الاخر، يبقى يحلل الماتشات. ما هي كده. هذه الهوايل علينا وعلى ابونا دي. هذه الهوايل اللي بتحصل فيك يا بلد. ازاي يا ابوي ترجع له ابوي النهارده لقيتها بتبصر؟ الصور دي يكون قديمه. ابو الواد ده سحر لها ويان. حسام سحر لها ويان، خلي اروح انا اعمل للمرض دي اسحر لها عشان ترجع لي. هذه الهوايل يا ابوي، والله هتجنونا في البلد دي. لو ما مشيناش نشد في شعرنا في البلد دي. لا تقول زي ما تقول، اقطعها اللي حيلتي. شيرين؟ امال شيرين انت دعكتي ابونا وابو اللي جابنا. ليل نهار ما افتح ده التلفزيون شيرين، الراديو شيرين، القنوات شيرين، الفيسبوك شيرين، ورجعتي له ثاني؟ ادي الحمل، ادي المحن بتاع الحريم يا عمي.